الحلقة 11 والأخيرة من إتقان سورة الكهف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خدنا 30 وال30 وال40، النهاردة هناخد آخر 10 آيات من سورة الكهف. ما أنواع الناس يوم القيامة؟ أنواع الناس يوم القيامة 3. أول نوع خاسر، تاني نوع أخسر، ثالث نوع مخسر. الخاسر عمل إيه عشان يخسر؟ عمل ذنبين. أول ذنب درجة الكافر، احنا بندعو للاسلام ونكلمه عن الاسلام يشتكينا ويزعل ويغضب ومحدش يكلمني في الدين. اول ذنب عمله ان هو الاعراض عن التعلم الدين. تاني ذنب انه عبد نبي من الانبياء كما عبد اليهود عزير وعبد المسيح وعبد النصارى المسيح، وقالوا ان دول هينجينا يوم القيامه. يبقى رفضوا تعلم الدين وعبدوا الصالحين وفكروا انهم هينجوا. طب ده الخاسر ده ايه عقوبته؟ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، تفضل النار معروضة عليهم عرضا شديدا من أول يوم من أول البعث حتى لحد ما يدخلوا. طب إيه الذنبين اللي عملوها؟ أول ذنب الإعراض، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع، مش عاوزين يشوفوا الدين ولا عاوزين يسمعوا حاجة عن الدين. ده أول ذنب عملوه. طب تاني ذنب عملوه، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، ظنوا إن هم ما يعبدوا المسيح إن المسيح هينجيهم من النار لما ما يعبدوش ربنا لوحده. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا جعلنا جهنم للكافرين نزلا. يبقى الذنب الأول الإعراض، الذنب الثاني إن اليهود عبدوا عزير وفكرين إن عزير هينجيهم من العذاب، لن ينجي مشرك من العذاب أحد. ده أول نوع. طب تاني نوع يوم القيامة اللي هو الأخسر، والأخسر ده رجل مسلم بيحج وبيصوم وما بيشربش حشيش، بيبعد عن الزنا وبيبعد عن السرقة، ولكن بيعمل ذنبين. أول ذنب إنه ما بيتعلمش الدين فبيقع في الشرك، ما بيتعلمش الشرك فبيقع فيه. تروح تنصحه يقول لك لا إحنا وجدنا آباءنا على ذلك وما فيهاش حاجة. عمل الشرك. تاني حاجة بقى عمل ايه؟ بدأ يقلس ويستهزئ بالدين. طيب قل طب ايه جزاء دوت اللي ما تعلمش ابواب الشرك وقع في الشرك واللي بيهزر في الدين؟ ايه جزاء الاثنين اللي عمل الاثنين دول؟ قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا، ده الاخسر بقى، الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يروح لا يلاقي حج ولا عمره ولا صدقات ولا صلاه، كله ضاع. ليه؟ لانه عمل شرك. زي ايه الشرك؟ سب الدين، كما ما يتنفذ وحساب الدين كده بقى خلاص مرتد عن الاسلام. واي واحد يعرف ان جوز بنته سبب الدين يروح ياخد بنته من عنده، وحرام يتقعد معاه بعد كده، وحرام حد يتعامل مع المرتد ده. قل هل نبئكم بالاخسرين اعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يبقى كفر بايات ربنا بسبب الدين ولقائه، لان هم لو كانوا مؤمنين بلقائه ما كانش عملوا كده، فحبطت أعمالهم وهم مفقرين نفسهم مسلمين. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يوم القيامة ما يلاقوش ولا حسنة يوزنوها، يلاقوا سيئات بس. طب أنا كان اسمي محمد. لا، أنت كنت راجل اسمك محمد بس كنت مرتد عن الإسلام مفقر نفسك مسلم. طب إيه الذنب التاني اللي عملوه؟ الاستهزاء، إنهم بيهلسوا على الدين بيهزروا على الدين. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلهم، استهزأوا بالدين واستهزأوا بالمتدينين واستهزأوا بشريعة ربنا. وأي واحد يستهزأ بالدين ده مرتد على طول. قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية دي نزلت في 2 صحابة كانوا بيجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وألسوا على القراء اللي هم أهل القرآن، فقال ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا عند الطعام وأجبن عند اللقاء العدو. فهم بيقلصوا على أهل الدين بقوا على طول مرتدين. راحوا مسخوا في خيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب عليه، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول الله صلى الله عليه وسلم قال بالله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب القسم الثالث بقى هو الفائزين الناجين. طيب الفائزين دول عملوا إيه؟ عملوا حاجتين. اول حاجه تعلموا الشرك وبعدوا عنه، ما عملوش زي التانيين الاخسرين، لا تعلموا الشرك وبعدوا عنه. تاني حاجه عملوا اعمال مقبوله فيها الشرطين الاتباع والاخلاص. طب ايه جزاتهم؟ 4 جزاء.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يبقى جنات الفردوس هم النزل والطعام بتاعهم في جنات الفردوس. طب لما يدخلوا جنات الفردوس يقولوا احنا خايفين نمشي، ياخدوا جزاء التاني خالدين فيها، دي المكافأة التانية. يقولوا طب احنا خايفين نمل، ياخدوا المكافأة التالتة لا يبغون عنها حولا. مش ممكن تطلب انك تتحول على الجنة من الجنة دي ولا تمل منها. طب ليه ما ملش؟ ده الحاجة مهما كانت حلوة والإنسان اتعود عليها بيمل منها. لا، ليه بقى؟ لأن أنت هتشوف في الجنة وجه الله، وهتشوف صفات ربنا، وصفات ربنا ده لو جبت البحر مداد حبر وقعدت تكتب جمال ربنا وصفات ربنا وصفة اليد وصفة العين وصفة صفات ربنا مش هتكفي بحور الأرض حبر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد مداد، يعني حبر للكلمات التي تدل على صفات ربنا، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب. البحر هيخلص ولو أمده سبعة أبحر في الآية الثانية. وما نفدت كلمات ربي لتصف صفاته العليا ولو جئنا بمثله مددا. ده جزتهم في الجنة خالدين لا يملون، يرون صفات الله التي لا تكفي بحار الدنيا في كتابتها. طب الناس دي عملوا ايه؟ عملوا حاجتين. اول حاجة بعدوا على الشرك، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أنما إلهكم إله واحد. فدي أول حاجة عملوها، إن هم اعتقدوا أن الرسول بشر ما عبدهوش، واعتقدوا أن هو إله واحد ولم يعبدوا، وعرفوا 11 باب الشرك وبعدوا عنه. العمل الثاني عملوا عمل مقبول. العمل المقبول في شرطين: الاتباع اللي يكون عمل موافق لسنة النبي، والإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه، اللي عاوز يرجع النجاة في لقاء ربه، فليعمل عملا صالحا، يعني عمل موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دي أول حاجة، عمل صالح يعني عمل موافق للنبي صلى الله عليه وسلم. طب لو عمل مش موافق لسنة النبي، قال النبي ده مش صالح، بدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العمل مردود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كل جمعة يقول: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب تاني شرط بقى: ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يكون مخلص لله، ما يعملش عشان ربنا وعشان الناس، مش عشان ربنا وعشان كذا. لازم شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى عمله عمل مقبول، عمل صالح موافق للسنة وموافق للسنة، وعمل ويكون مخلص لله تعالى. يعني لو واحد دلوقتي بيأذن وبعد الأذان مسك الميكروفون وقال بأعلى صوته: اللهم صلي على محمد، هو بيصلي على محمد ونيته مخلصة لله، إنه هو بيصلي على النبي، عاوز الناس تصلي على النبي. بس العمل اللي عمله ده مش عمل صالح، ده عمل رب وبدعة وضلالة. والرسول كان بيحذر من كل جمعة إن حد يبتدع في الدين أو يعمل حاجة في الدين هو ما عملهاش. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأذان سنة، ليه سنة معينة، ما ينفعش حد يزود عليها حاجة. لو زودت كأنك بتتهم النبي إن هو ألف. طب الراجل ده ماله؟ عمله غير مقبول، مع إنه نيته صالحة، بس عمله لأنه ابتدع في دين الله، والتوبة بتاعته محجوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب البدعة، حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يرجع. طب لو واحد صلى الظهر وهو تمام بس زي النبي صلى الله عليه وسلم، بس كان هدفه ان يوري الناس ان الراجل صلى، برضه عمله باطل، لان هو عمله في الشرط الثاني مش موجود، اللي هو الاخلاص. كده خلصنا سوره الكهف. سوره الكهف فيها 60 سؤال، ال 60 سؤال دول هتحلهم في الكراسه وهتمتحن فيهم، الامتحان مش هيخرج براه. الرابط موجود عندك، هتاخد 60 سؤال وهتاخد البي دي اف اللي فيها، وتاخد الكتاب وتحل وتجهز للامتحان. لازم تمتحن، لازم تمتحن عشان تقدر فعلا يعني تضغط نفسك وتذاكر. كل قولي هذا، واستغفر الله.